الله يرضى عليك ويبارك. الحكيم القدس كان قال عز وجل انها هي لسحرة. طبعا الإشكال ليس في إن هذان لساحران، وإنما الإشكال الذي ترتب في هذه الآية على قراءة التشديد إن هذان لساحران. أما إن هذان لساحران ما فيها إشكال، لأن إن خففت فأهملت لا عمل لها، وهذان مبتدأ وساحران خبر. ونحن قلنا إن من شروط وقرائن ومصاحب صاحبات إن المخففة عن الثقيلة أن يأتي بعدها لام تسمى اللام المزحلقة التي الغرض منها التوكيد. فنقول اللام هذه لام التوكيد، بعضهم يسميها لام إن، وساحران خبر، هذان ساحرة. وأنت لو لاحظت في القرآن الكريم تجد أن اللام هذه تأتي بعد إن، إن في ذلك لعبرة، إن الإنسان لفي خسر، ويمكن أن تحذفها فتقول إن الإنسان في خسر. فاللام هنا تسمى اللام المزحلقة وأتت لزيادة النفي. فإن كان سؤالك عن إن هذان لساحران فهذا هو الجواب، وإن كان السؤال عن قراءة التشديد إن هذان لساحران ولماذا لم تعمل إن، لأن الظاهر يعني الظاهر في إجمال القاعدة إن هذين لساحران، هذا إذا أجرينا القاعدة. فالعلماء وقفوا مع هذه الآية وقالوا فيها عدة وجوه. أقواها هو أن الله سبحانه وتعالى قد أتت إن في هذا الموضع على لغة بني الحارث، وبني الحارث لا يعملون ماذا؟ لا يعملون إن، وإنما يهملونها. والقرآن الكريم هذا وجه من وجوه إعجازه، وهو أنك تجد فيه يعني موضع أخذ فيه بلغة القبيلة، في حين أن الغالب الأعم الأكثر في القرآن أتى على لغة الأعم الأغلب من العرب. فتجد أن القرآن الكريم الخارطة اللغوية فيه متناسبة مع الخارطة اللغوية على الأرض، الخارطة اللغوية على الأرض. وهذه صورة من صور إعجازه، إعجاز القرآن الكريم. لذلك العلماء بنوا القاعدة على الأكثر ولا بنوها على جميع اللغات؟ على الأكثر. إذن شيء طبيعي أن أكثر القرآن يتوافق مع القاعدة، ولكن بعض الآيات أتت على لغة بعض قبائل العرب. لذلك تجد عليه 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 إليه في القرآن الكريم كله، ثم تجدها في موضع واحد بما عاهد عليه في هذا الموضع وحده عليه. لذلك الخارطة اللغوية، وهذا كلام لم أقرأه لأحد، الخارطة اللغوية في القرآن الكريم متطابقة مع الخارطة اللغوية على الأرض في العصر عصور فصاحة العرب. لذلك تجد في القرآن الكريم موضع خرج عن بقية القاعدة، يدلك مباشرة أن هناك قبيلة خرجت عن بقية ماذا؟ عن بقية العرب في كلامها.